السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد في سلسلة Full Stack of CSS 3. هنا في الدرس سوف نتحدث عن Styling Links، بمعنى كيف يمكن عمل ستايل لروابط. وحتى نقوم بمثال أكثر عملي وواقعي، دعونا نشاهد ونقوم بإنشاء مثال بسيط جدا هنا في هذه الصفحة، في هذا الملف. نأتي إلى منطقة الهيدز في البودي عفوا، وهنا بعد قبل الفقرة وبعد النصوص نقوم بعمل أنكر من دروس ال HTML. إيه اختصار إلى أنكر طبعا، وهو رابط شعبي. ثم نقوم بعمل HREF بهذا الشكل، نقوم بعمل HTTPS مثلا بهذه الطريقة، ونقوم بعمل رابط لجوجل google.com، وبالتأكيد هنا نقوم بإضافة مثلا جوجل. جيد، إذن بهذا الشكل نحن نقوم بإضافة رابط شعبي. وحتى يظهر لنا هذا الرابط نقوم بعمل حفظ بهذا الشكل. جيد، الآن هنا يظهر لنا الرابط كما تشاهدون في هذه الصفحة في هذا المكان. وتشاهدون هنا نقوم بعمل باك، هذا هو اللون الخاص بهذا الرابط. نشاهد أنه يأخذ اللون، لون الخلفية هذا الرابط، نفس لون الباك جراوند. وقد يكون السبب هو في ملفات السي اس اس. ناتي الى هنا الى ملفات السي اس اس ونشاهد مثلا في الديفيجن تاجز، مثلا الالوان التي تم استخدامها في النمط، اللود، الستايل وما شابه. وكذلك الحال اذا عدنا مره اخرى الى ملف اللينكس هنا كما او ملف الاتش تي ام ال، هنا نشاهد في البادي الباك جراوند كذا، هذا هو اللون، ولون الفرونت بهذا الشكل. وهنا في الهيدنجز هذا هو اللون او هذا هو النمط، لكن لا يوجد بالحقيقه اي لون مخصص لللينك. وهنا ياتي دورنا في الحديث عن ستايلنج لللينكس من خلال الكاسكيد ستايلز. وهنا يتوجب علينا ذكر الخصائص التي يمكن عملها، حيث يمكن عمل ستايلنج للسي اس اس بروبرتي مثل اللون، الخط، نوع الخط والخلفيه. وكذلك الحالات التي نسميها الستاتس لللينك، على سبيل المثال هنا نورمال ستاتس. هنا اذا قمنا بزياره الرابط وجئنا الى الباك، هنا اصبحت الحاله لهذا الرابط اصبح اسمها فيزيتد لينك. جيد، هنا حتى يكون في سطر منفصل هذا الرابط يمكننا من خلال الرابط، هنا ناتي مره اخرى الى هنا ونقوم بعمل مثلا بي ار بريك، واختصار الى بريك بي ار بهذا الشكل. جيد، بريك تقوم بعمل نيو لاين. زي هنا نشاهد الرابط او الديفيجن اصبح في رابط منفصل. جيد، الان ياتي دورنا في كيفيه اضافه ستايل لهذا الرابط. كيف نقوم بعمل ستايل لهذا الرابط؟ كما ذكرت قبل قليل يمكن عمل ذلك من خلال التحكم في اللون. مثلا على سبيل المثال حتى نقوم بعمل اللون خصيصا لهذا الرابط، نذهب الى ملف الستايل، وهذا هو افضل شيء بالمناسبه. وحتى نتاكد ان كل شيء على ما يرام، هنا كما تشاهدون إذا جئنا إلى link related style 2.css وهو ملف style 2.css، إذا هنا يمكن عمل وإضافة الـ styles في external file. هنا أقوم بإضافة التالي، هنا بما أننا selector، هنا A بالمناسبة ليست class ولا attribute، هو فقط selector element، بمعنى أنه كلمة محجوزة وتعطي دلالة وعنوان بأننا نذهب إلى تخصيص الانكر الرابط بدون اي اضافات، بدون تعريفه ككلاس او تعريفه كاي دي، لانه معرف داخل البراوزر. جيد، الان الخطوه التاليه هي ان نقوم باختيار مثلا على سبيل المثال لون. هنا مثلا اقوم باختيار مثلا لون كلر، هنا اختار مثلا اللون الذي اريده على سبيل المثال هذا اللون، ولكن قد يكون اللون هنا شبيه بالفرونت، لكن لا باس. نقوم بعمل حفظ هنا، كما تشاهدون اصبح لا اللون مختلف، هذا جيد. هنا كما تشاهدون الجوجل اللون اصبح مميز. ايضا شيء اخر يمكن عمله في الانكور مثلا كخصائص، يمكن ان نقوم باضافه على سبيل المثال فونت فمي مثل هذا الشكل، ونقوم باختيار مثلا نوع خط مثلا بردان على سبيل المثال، واقوم بعمل حفظ. هنا كما تشاهدون التحديث مباشر يظهر لي هنا، لانني قمت باضافه لايف سيرفر، والذي من خلاله يمكن عمل التحديث مباشره بهذا الشكل. وسوف اتحدث ايضا بشكل مفصل في الفي اس كود عن الخصائص والميزات التي يمكن اضافتها كاكستنشن من خلال هذا البرنامج حتى تكون مفيده لنا بشكل صحيح. جيد، اذا هذا هو بشكل مبدئي كيف يمكن ان نتحكم في الستايل
الخاصة باللينكس، لكن هناك أيضا خصائص وخيارات كثيرة جدا يمكن إضافتها تعتمد على الأكتيف أو على اللينكس، وهي مثلا اللينك مثلا نورمال لينك، unvisited link كما نسميها، بمعنى أنه الحالة الطبيعية لللينك. ولكن لدينا هناك شيء كخصائص موجودة لللينك، وهي أربع خصائص وأربع حالات، هي لينك، فيزيتد، وهوفر، وأكتيف. وحتى أقوم بتوضيحها بالمناسبة، هنا جيد أن نقوم أن نأتي إلى هنا ونقوم بإضافة كومنتس بالمناسبة، كان نقوم بإضافة كومنتس بهذا الشكل. وتعلمون كيف نكتب كتاب الكومنتس، والكومنتس عبارة عن مجموعة من الأسطر. وهنا ستقوم بتعريف الحالات التي يمكن العمل بها. هنا على سبيل المثال لينك مثلا، وهي نسميها بالمناسبة هي نورمال الحالة الطبيعية. وهنا في طبعا جميع الحالات للأنكور، هنا أيضا أو ما نسميها لينكس، هنا فيزيتد بهذا الشكل. وهنا أيضا لدينا حالة نسميها هوفر، وهي عند تمرير الماوس على الرابط. وأيضا لدينا الحالة الرابعة نسميها أكتيف. أكتيف بمعنى في هذه اللحظة يتم عمل الكليك. وسوف أقوم بتوضيح الأربع حركات. هنا نورمال لينك هي الحالة الطبيعية للرابط بهذا الشكل. فيزيتد هنا مثلا كان نقوم بزيارة موقع وعمل باك، هنا كيف تظهر حالة الرابط. هنا كما تشاهدون اللون الخاص بالرابط تغير لأنه في حالة الفيزيتد. هوفر بمعنى عند تمرير الماوس على الرابط. اكتيف عند الضغط، كما تلاحظون هنا أقوم بالضغط على الماوس، هذه نسميها اكتيف. جيد، إذا هذه هي أربع حالات: لينك، نورمال، فيزيتد، وهوفر، واكتيف. وهنا سوف نقوم بعمل بالمناسبة خيارات لكل واحد منهم. على سبيل المثال هنا سوف أقوم بإضافة، هنا على كل الأحوال يمكن إضافة الحالة للأنكور، كان أقوم بإضافة مثلا لينك، وهنا هي بالمناسبة الديفولت الحالة الطبيعية. هنا يمكن أقوم بعمل، هنا كما تشاهدون سوف أقوم بعمل اختيار خاصية جديدة وهي نسميها فيزيتد. هنا فيزيتد، وهنا في الفيزيتد سوف أقوم بعمل مثلا كلر، هنا نقوم بعمل مثلا نقوم بعمل هذا اللون مثلا على سبيل المثال. كيف سيكون وضعه عندما يكون فيزيتد؟ هنا سوف نقوم بعمل انكور او عفوا اكتيف هنا للهوفر. كيف سيكون اللون الخاص بالهوفر؟ لا هوفر، نعم هو هوفر، وهنا بهذا الشكل. جيد هوفر، نعم هو هوفر هكذا. جيد، وهنا نقوم بداخل الهوفر نقوم بعمل كالر كما تشاهدون، وفي هذا الكالر في الهوفر يكون مثلا برتقالي على سبيل المثال. والنقطة الأخيرة وهي أكتيف، وهنا نختار فقط، نحن نريد أن نقوم بتغيير الكالر. ماذا لو جئنا باللون مثلا على سبيل المثال قريبا الازرق؟ جيد، اذا هنا اربع حالات. هنا كما تشاهدون قمت بعمل حفظ. هنا في هذه الحاله بشكل طرادي كما تشاهدون اصبحت لون الجوجل تاخذ هذا اللون. لماذا؟ لان حاله الرابط هي الان هي فيزيتد، لاننا قمنا بزياره الرابط. حتى نقوم بالتمييز لا باس ان ناتي الى هنا مره اخرى ونقوم باضافه رابط اخر حتى نميز بين رابط تم زيارته ورابط لم تتم زيارته. جيد، الان ناتي الى هنا كما تشاهدون في الملف، وبعد هذا الرابط سوف نقوم بعمل بي ار بريك حتى يكون لدينا نيو لاين، او يمكن نقوم بعمل مثلا بي بهذا الشكل وسلاش بي فقره فارغه لا شيء بها. وهنا اقوم باضافه رابط جديد اتش ار اف، سوف يكون كالتالي اس بي اس اس تي تي بي اس بهذا الشكل دوت grids.apps.com بهذا الشكل. وهنا سوف أقوم بإضافة grids.apps.llc، وهنا أقوم بعمل حفظ. هنا كما تشاهدون grids.apps.llc رابط آخر. جيد، الآن نقوم بعمل ريفرش وتحديث، وهنا نأتي لنشاهد الفرق. على كل الأحوال نأتي إلى هنا مرة أخرى، هنا لدينا active links
و visited links. نقوم بعمل ريفرش مرة أخرى. هنا الجوجل، نقوم بعمل باك. هنا في الحالة الخاصة بالجوجل اللينك، ما هو اللون المستخدم جيد، نقوم بعمل حفظ مرة أخرى. وهنا كما تشاهدون هنا الجوجل، نقوم بالزيارة. هنا كما تلاحظون عند عمل هوفر اوفر فقط تحريك الماوس، نشاهد ان لون اللينك اختلف. الان هذه الحاله نسميها هوفر. هوفر هذا اللون البرتقالي بالمناسبه تقريبا. لدينا هنا الاكتف. الاكتف كما تشاهدون عند الضغط بهذا الزر بهذا الشكل، عند الضغط على الزر، ما هو لون الاكتف؟ جيد. اذا هذه هي اربع حالات لللينكس كما تشاهدون التي يمكن تطبيقها، ويمكن بالتأكيد اختيار ألوان مختلفة في كل مرة وفي كل وضعية. نقوم بعمل حفظ هنا للأنكر هذا الشكل، نقوم بعمل ريفرش. يمكن بالتأكيد تغيير اللون إلى اللون الذي ترغبون به. طبعا هذه الروابط تم زيارتها بالمناسبة هي في حالة الفيزيتد. لماذا هذه الألوان موجودة هنا بهذا الشكل؟ هي عمليا لا تأخذ النورمال ستاتس، وإنما تأخذ وضعية الفيزيتد بهذا الشكل. جيد. الآن هكذا تمكنا من معرفة الأشياء الأساسية في الخصائص وفي الستايلز الخاصة باللينكس. بالتأكيد يمكن عمل ذلك للباتونز، للأيقونات. كذلك الحال يمكن إضافة باتونز. أيضا يمكن عمل باك جراوند بالمناسبة. يمكن هنا على سبيل المثال أن نقوم بإضافة، على سبيل المثال، باك جراوند كلر مثلا. وهنا نقوم بإضافة لون مثلا، بما أن لون برتقالي نقوم باختيار لون قريب من البرتقالي مثلا، كان على سبيل المثال، ونقوم بعمل حفظ. جيد. نأتي إلى هنا ونقوم بعمل ريفرش، وهنا نقوم بعمل زيارة، ونقوم بعمل باك. هنا فيزيتد لابد أن يكون باك جراوند كلر، يبدو أنه لا يأخذ اللون. لماذا لا يأخذ اللون؟ هنا خطب ما background color، background color هو في الحقيقة لا يأخذ اللون. سنقوم بتغييره في مكان آخر بالمناسبة، مثلا في الهوفر على سبيل المثال. ممكن بعمل حفظ. جيد. نعم، هنا يطبق بالمناسبة، هنا يطبق بأن يأخذ في الهوفر يأخذ اللون. لا أعلم لماذا في الفيزيتد لم يتمكن من التعرف على اللون، لكن لا بأس، يمكن استخدامها في أشياء أخرى. إذا هكذا يمكن استخدام الخلفية أو تغيير الستايل الخاص بالباك جراوند باللينكس. وكذلك الحال كمثال بسيط يمكن عمل، بما أننا نتحدث عن اللينكس، يمكن عمل باتونز وعمل ستايلز للباتون بشكل أفضل. حتى نقوم بذلك نذهب مرة أخرى هنا إلى الموقع. هنا نقوم بعمل الصفحة، صفحة الموقع هنا كما تشاهدون، وأنا سوف أقوم بتعريف باتون على كل الأحوال. كان أقوم بعمل مثلا H2 مثلا، وهنا هوم بيج مثلا بهذا الشكل. أقوم بعمل حفظ. هنا تأتيني هوم بيج كهيدنجز، ولكن هنا لم أقم بتعريف الباتونز. حتى أقوم بتعريفها كباتون لا بد من تغيير الخصائص والخيارات. فهنا على سبيل المثال هنا قد أقوم بعمل هنا سوف أقوم بتعريف خاصية للبتونز. كأن أقوم بإضافة نص معين وعمل مجموعة من الخصائص والخيارات. ولكن هناك طريقة ربما تكون أفضل وأسهل، وهي التي أود الحديث عنها، وهي إضافة البتونز بذاتها. كأن نقوم بعمل شيء أكثر احترافي، وهو كأن نقوم بعمل بتونز على كل الأحوال. يعني على سبيل المثال كأن نقوم هنا كما تشاهدون بعمل لينكس للـ H2. هنا H2 كانت كعنوان. هنا نأتي إلى هنا، نقوم بعمل أنكر بالمناسبة. وهنا في الأنكر نقوم بعمل مثلا HTTPS مثلا، وهنا نكتب مثلا yahoo.com مثلا بهذا الشكل، وهنا نكتب
هوم بيج مثلا بهذه الطريقة. هنا لينك باتون مثلا، كيف نقوم بعمل لينك باتون؟ الهدف من هذا المثال. هنا كما تشاهدون على بالمناسبة، هنا الحالة الطبيعية للباتون، هنا كيف يكون في الفيزيتد. جيد، الآن حتى يكون لدينا العمل أكثر منظم، نأتي إلى الستايلز، والعمل أنه هو العمل هو جميعه بالمناسبة هو في الستايل. هنا نقوم بتحديد مثلا خيارات خاصة بهذا الستايل، وبالمناسبة يمكن عمل كلاس، يمكن أن عمل كلاس خاص بذلك، كأن نأتي إلى هنا مثلا ونقوم بتجميع مثلا أنكور مثلا لينك بهذا الشكل وكوما، ونقوم بإضافة Space Anchor Visited بهذا الشكل، ونقوم بعمل كود بهذه الطريقة، ونقوم باختيار مثلا Background مثلا بهذا الشكل، Background Color مثلا، نختار مثلا الخلفية مثلا تأخذ هذا اللون على سبيل المثال. جيد، وهنا نقوم باستخدام مثلا Color، الكلر يكون بهذه الحالة هذا اللون مثلا. طيب هنا نقوم بعمل color، وهنا ايضا نقوم باضافه عمل border، معذره، هنا ساقوم بعمل border مثلا بهذا الشكل، border هنا border مثلا 2 pixel على سبيل المثال solid، و هنا ناخذ اللون بالمناسبة يكون هذا اللون، نختار هذا اللون على سبيل المثال بهذا الشكل ديال البوردر. جيد، وهنا نقوم بعمل بادنج، وفي البادنج سأقوم بعمل توب بوتوم 12 بكسل مثلا و12 بكسل، و رايت ليفت مثلا 25 بكسل بهذا الشكل بهذه الطريقة. بالتأكيد نحن أيضا بحاجة إلى عمل مثلا تكست ألاين، تكست داش ألاين تكون مثلا بالسنتر حتى يكون النص منظم ومرتب بشكل صحيح. وهنا أيضا نحن بحاجة إلى عمل شيء آخر يمكن استخدامه، هو تكست ديكوريشن، وهو أندرلاين أو ماخ تكست ديكوريشن داش ديكوريشن decoration text decoration none. بالمناسبة text decoration none يعني أن لا يكون لديه خاصية underline أو strike through أو ما شابه. جيد، وماذا بعد نحن نرغب display؟ أيضا هذا شيء مهم جدا. please بس كيف سيظهر display؟ هنا في display نحن بحاجة لأن يظهر بوضعية inline block بهذا الشكل، inline block شكل مربع أو مستطيل كما تشاهدون. وماذا بعد؟ إذا هكذا يمكن عمل اللازم. وهنا في الحالة الثانية نقوم بعمل أنكور، وهي الخاصة بالهوفر بالمناسبة، ليس هكذا إنما إيه هنا نقوم بعمل هوفر كوما، وهنا في حالة الهوفر وفي حالة الأكتف أيضا بهذا الشكل، ونقوم بعمل خصائص مثلا، كان نقوم بإضافة مثلا الباك جراوند كلر مثلا، باك جراوند داش كلر، هنا باك جراوند كلر، الكلر كان هنا سوف يكون هكذا باك جراوند كلر، وأيضا نحن الآن بحاجة إلى البوردر، بوردر داش كلر، نقوم بتغيير فقط البوردر كلر لأن يكون لون الباك جراوند، وهو نعم هكذا. جيد، ونقوم بعمل حفظ. هنا كما تشاهدون فقط مجرد أنني قمت بإضافة بتعريف اللينكس والفيزيتد، هنا كما تشاهدون قمنا بإنشاء باتونز بطريقة احترافية. بالمناسبة هنا هذه الخصائص
او هذه الكلاسز هي عباره عن انتجريشن للهوفر والاكتف، وبدلا من ان اقوم بكتابتها في ستايلز منفصله هنا اقوم باضافتها في مكان اخر. فهنا يمكن اعمل كومنتس حفظ، وهنا تشاهدون الحاله مثلا هنا في الفيزيتد نقوم بعمل باك هنا كما تشاهدون بهذا الشكل، نقوم بعمل ريفرش بهذه الطريقه، نقوم بزياره الجوجل جريدز ابس عفوا هنا كما تشاهدون. اذا هذه الحاله التي يمكن عملها من خلال هذا الخصائص. لكن ماذا لو جئنا وقد يسأل البعض، نحن هنا نقوم بإلغاء الخصائص وهذا الشيء صحيح 100%، ماذا لو فكرنا في عمل لينك و فيزيتد لينك، ولكن هنا نريد أن نقوم بعملها من خلال كلاس معين؟ هذا الأمر أيضا بسيط جدا، وهو كان نقوم بتعريف كلاس أو تعريف اي دي ونعطي هذه الخصائص، ولكن في حالة اللينكس، يعني بمعنى نقوم بتعريف كلاس مثلا من نوع مثلا باتون مثلا نسميه مثلا بي تي 1 مثلا وبي تي 1 لينكس وبي تي 1 بي تي 1 فيزيتد، ونقوم باختيار خصائص للاتريبيوت. بهذا الشكل يمكن عمل اللازم والتعامل مع البروبرتيز الخاصه بالستايل بالطريقه الصحيحه. ايضا بالاضافه لذلك حتى لا يفوتنا اي شيء، هنا يتوجب علينا ذكر شيء خاص وهو في اللينكس، وهو ما نسميه تكست ديكوريشن. تكست ديكوريشن بأن نقوم بإضافة الخيارات الخاصة بالتكست ديكوريشن، مثلا أين سوف يكون الرابط؟ أندرلاين، سترايك ثرو، أبر لاين، وهذا كنا قد تحدثنا عنه في دروس سابقة. هذا هو كل شيء حتى هذه اللحظة في هذا الدرس، نراكم في درس قادم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.